أو إدخال تعديلات عليه. جدير بالذكر أنه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور كان ليه تصريح هام أيضا بخصوص قانون التظاهر بالأمس. هو قال أنه قانون التظاهر صدر بقرار بقانون وليس بقرار جمهوري، باعتبار أنه السلطة التشريعية معقودة لرئيس الجمهورية مؤقتا حتى انتخاب السلطة التشريعية، وأكد أنه القانون وضع لكي يطبق وأن القانون يجب أن يحترم، حيث سبقته دراسة مستفيضة وأجرينا دراسة مقارنة مع أكثر من دولة أوروبية ووضع القانون بعد هذه الدراسة. وأضاف أنه أعاد مشروع القانون مرة أخرى لمجلس الوزراء لإعادة دراسته في ضوء الملاحظات التي وردت من المجلس القومي لحقوق الإنسان ومن عدة جهات أخرى، وأعيد صياغة القانون في ضوء الملاحظات الواردة من مجلس الدولة ثم ورد إلى رئيس الجمهورية. يعني كما هو واضح من تعليق المستشار عدلي منصور أنه هذا القانون لن يحدث فيه أي تعديل وأنه صدر لينفذ.